بمناسبة الأسبوع العالمي للوئام بين الأديان، وبدعوة من المعهد الملكي للدراسات الدينية، وبالتعاون مع النادي الأرثوذكسي بعمان، أقيمت في قاعة النادي بعبدون ندوة حوارية بعنوان الأخوة الإسلامية المسيحية وتمثلاتها في المجتمع الأردني. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. قال متحدثون في ندوة حوارية أقامها المعهد الملكي للدراسات الدينية والنادي الأرثوذكسي بعمان إن الأردن بقيادته الهاشمية نموذج حي على الوئام بين الأديان، وأضافوا خلال الندوة التي حملت عنوان الأخوة الإسلامية المسيحية وتمثلاتها في المجتمع الأردني بمناسبة الأسبوع العالمي للوئام بين الأديان وأقيمت بمقر النادي بعبدون إن العيش المشترك في الأردن له أساس متين مبني على ثقافة الحوار والإنسانية الخالصة. وقال المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن إن أسبوع الوئام هو نتاج هاشمي خالص جاء باقتراح قدمه جلالة الملك عبد الله الثاني وتمت الموافقة عليه خلال شهر واحد من قبل الأمم المتحدة. وأضاف إن الأخوة تقوم على مبادئ منها سيادة ثقافة الحوار وتعظيم الجوامع بين الديانات لا الفوارق والتعددية مع احترام الآخر، ولفت إلى أن المثال الصالح في الأخوة الإسلامية المسيحية نجده بجلالة الملك وهو النموذج الأمثل للجميع. بمناسبة أسبوع الوئام العالمي الذي أقرته الأمم المتحدة عام 2010، كل سنة تقام ورشات، ندوات، محاضرات، لقاءات لتعزيز هذا الوئام بين الأديان. اليوم في النادي الأرثوذكسي وبمبادرة من المعهد الملكي للحوار بين الثقافات والأديان تمت محاضرة حول كيف نعيش معا مسلمين ومسيحيين في الأردن، وشارك ثلاثة محاضرين وتكلم كل واحد منهم من زاويته، وأعتقد بأنه مستوى الحضور كان أعلى من المتوسط لأن المداخلات التي تبعت اللقاء كانت فعلا مداخلات راقية. وتطرقنا كثيرا إلى وثيقة أبوظبي، وثيقة الأخوة الإنسانية اللي وقعها قداسة البابا فرانسيس والدكتور أحمد الطيب الرئيس الأزهر مفتي الأزهر. تطرقنا إلى هذه الوثيقة وقلنا بأن وثيقة عالمية من هذا النمط يجب أن تدرس في الجامعات والمعاهد والمدارس، وإلا لن يحدث تغيير. فلا نريد هذه الوثيقة أن يكون حظها مثل باقي الوثائق التي تتكلم عن الحوار والعيش المشترك وعن القضايا العالمية التي يسهم المسلمون والمسيحيون في حلها إذا تضافرت الجهود معا. بهذه المناسبة أهنئ هذا النادي الأرثوذكسي لاستقباله واستضافته لهذه الندوة الراقية. شكرا. وبينت أستاذ الأدب المقارن في الجامعة الأمريكية بمادبة الدكتورة وفاء الخضرة في الندوة التي حضرها عدد من الآباء الكهنة والراهبات وجمع من الشخصيات الرسمية والعامة أن العيش المشترك في الأردن مبني على علاقة عضوية متينة تنبع من إرث قوي، ومن دلالاته الحالة المجتمعية التي تأتي من نهج الحياة الذي شكل عادات وسلوكيات عززت الإنسانية الجامعة. وسأحاول أن أعزز الجوانب الإيجابية من هذا العيش المشترك بدون أن يكون هناك أي قصد لاختزال التحديات والاختلالات التي تؤثر حالياً في المنطقة وفي العالم على هذا العيش المشترك، ولكن من أجل تعزيز الجوانب الإيجابية ومحاولة أيضاً للبناء عليها وممكن إدامتها. إذا أردنا أن نتحدث عن العيش المشترك
هنا سيكون التركيز على العيش المشترك بين مسلمي ومسيحي المنطقة هنا، وهذا العيش المشترك مبني على علاقة عضوية متينة تنبع من إرث ثقافي رصين ومتين وقوي. ولهذا العيش المشترك له دلالات، وهي الدلالات لها معاني عدة. أيضاً العيش المشترك الموجود خاصة في الأردن استطاع أن يكون حالة ذهنية أيضاً، وهذه الحالة الذهنية دربت العقول والنفوس والقلوب في أن تبحث عن القواسم المشتركة، وهي القواسم المشتركة الموجودة خاصة في المناخات والسياقات التي يعني توصف بالتعددية والتنوع والتعددية بكل أشكالها. واستطاعت هذه الحالة الذهنية أن تكون مساحات وفضاءات جديدة قادرة على أن تهندس علاقات ما بين الأفراد بطريقة تخرج بمنظومة قيمية. هذه المنظومة القيمية والأخلاقية عابرة، استطاعت أن تكون عابرة لكل أشكال التنافر والتناحر وأحياناً التباعد. وأشار الباحث والمفكر الإسلامي الدكتور ربيع العايدي إلى أن المسيحية ليست غريبة المنشأ على بلاد الشام والرافدين، ولذلك فالقضية بين المسلم والمسيحي أكبر من مفهوم تعايش، إذ هي قضية مبدأ وحياة تاريخية، مؤكداً أن الوثيقة الإنسانية التي وقعت بين شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والبابا فرانسيس تدل على أن الأديان تجمع ولا تفرق، وأنه يجب وقف استخدام الأديان لتأجيج حروب الكراهية. الإنسان كلما فقد من إنسانيته بمعنى من قيمه الأخلاقية، كلما فقد من دينه أو من تدينه. لذلك من زاد عليك في الدين زاد عليك في الإنسانية. هذا بنتكلم عن الدين بالمعنى الصحيح، بنتكلم عن الدين الذي يدعو إلى القيم الأخلاقية الصحيحة، إلى الأخوة الإنسانية. لذلك إذا جئنا لننظر، الدين ما هو؟ الدين هو قانون حتى يحفظ للناس إنسانيتهم، بس عشان نحفظ لها الناس استعدادهم للكمال، للتحصل على ماذا؟ للتحصل على الكمال. الإنسانية هي الأرضية المشتركة للحوار مع الآخر، لذلك لابد من تغليب النزعة الإنسانية في الحوار. على أي لغة كانت في الدنيا، اليوم أكبر مصيبة أصيب بها العالم، ما هي؟ أكبر مصيبة، ألا وهي تغليب الفكر العنصري على الفكر الإنساني. المسيحية ليست غريبة المنشأ عن بلاد الشام والرافدين. يعني يا سيدي، الجماعة مش ضيوف جايين عنا، الله يرضى عليك. المسيحية في بلاد الشام قبل الإسلام، هذا أمور مسلم بها، هذه أمور مسلم بها. لذلك كل من يريد أن يخرج المسيحية من بلاد الشرق هو إنسان يريد أن يهدم الحضارة العربية والحضارة الإسلامية على حد سواء. القضية بين المسيحيين والمسلمين قضية مبدأ وتاريخ وحضارة وقومية ووطنية. هذا لابد الشيء الذي لابد أن نؤمن به، وهذا المعنى الذي نتحدث عنه بهذه البساطة هو الذي يعكس حالة مدنية في المجتمعات، هو اللي بيعكس حالة مدنية في المجتمعات للحضارة العربية. لذلك اليوم بدنا نتنبه لقضية إنه هناك في مخططات قوى الشر، أنا بحب أعبر قوى الشر، والباقي عندكم. شهدت مطرانية الروم الأرثوذكس في عمان توقيع اتفاقية شراكة بين إدارة مدارس بطريركية الروم الأرثوذكس وجمعية الكاريتاس الأردنية.